الكبير عشان نجيب من الاخر يعني، الكبير في عيون العالم، الكبير في عيون القاره الافريقيه، الكبير بشهاده الجميع خبراء ومحللين خارج الحدود، مش محتاج يسمع حد ولا عايز يعرف راي حد من جوه، مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للكل. والاهلي اثبت عالميا وقاريا انه كبير بشهاده الجميع زي ما قلت، ومش محتاج الحقيقه لا حد يقيمه ولا حد يقول رايه فيه. تقول لي بقى تحكيم، تقول لي مش عارف وكاله ايه للاعلان، تقول لي الدوله، تقول لي السحر والجن والشعوذه، دي مش قصتنا ونحن لا نلتفت لهذه الامور. نفرح بكره بشكل رسمي نستلم الدرع، خامس بطوله بيحققها الاهلي الموسم ده، وما زال في الموسم بقيه باذن الله ان شاء الله كاس مصر تبقى العلامه الكامله، ويبقى موسم ولا اروع وبدايه ولا اروع لمستر مارسيل كولر. يوم الاربعاء اللي فات هنا في نفس المكان على نفس الكرسي ده مع نفس الضيوف دول جبنا لكم سيناريو المباراه من الكنترول، وقد كان فعلها كولر امام اوزوريو في استاد القاهره برباعيه مع الرأفه امام الزمالك. اسمحوا لي ارحب بضيوفي احمد مصطفى، بلال محسن، محللين الكره العالميه اللي بيشرفونا في السادسه دايما. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. مساء النور يا احمد، واهلا بيك طبعا وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ودايما بيبقى في انا وبلال معاك جدا يعني. شبارك لي على الدوري ولا ايه؟ يعني ده احنا بقالنا بنجتهد بالدوري بعد حاجه طبيعيه بالنسبه لنا. لا بس الدوري بعد قمه حاجه ثانيه. دي حقيقه. صحيح؟ احتفال وليه طعم مختلف. طبعا طبعا. مساء الخير يا بلال. مساء الخير طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، ومبروك لكل منظومه النادي الاهلي، مجلس اداره وجمهور ولاعبين وجهاز فني واعلام وكل من ينتمي للنادي الاهلي. بطوله ليها طعم خاص، بطوله الحمد لله حتى الان النادي الاهلي بينافس نفسه في كل على مستوى كل الارقام، فان شاء الله رب تكمل الفرحه بقى، وباذن الله نقفل الموسم ببطوله كاس مصر كمان، احنا طماعين ويبقى عملنا موسم للتاريخ كعاده النادي الاهلي. ان شاء الله خلاص الدوري الاول 90 بونت وبدون هزيمه عشان نكسر رقم النادي الاهلي برضه. طبعا احنا بننافس نفسنا. طب خليني قبل ما اروح للكنترول اللي احنا فتحناه هنا في حلقه يوم الاربعاء اللي فات ونشوف كده احنا قلنا ايه وايه اللي حصل منه في 90 دقيقه، خليني اعدي معاكم على اهم اخبار النهارده. طبعا ماتش بكره بما انه احتفاليه التتويج والاهلي هيتسلم فيه درع البطوله، فبكره بشكل استثنائي هيسمح بحضور 10,000 من الجمهور، 5,000 طبعا لكل فريق. النهارده طبعا تم الاعلان عن الرحيل لويس ميكيسوني بشكل ودي، طبعا تم فسخ العقد فيه بدون طبعا، وتنازل ميكيسوني عن الحقوق المستحقات الماليه. والنهارده الحقيقه دي حابب اقف معاها، وميكيسوني الحقيقه يمكن صفقه ما خدتش حظها، في لعيبه كتير جم النادي الاهلي على مدار تاريخه ما كانش حد يختلف على كفاءتهم ولا امكانياتهم، لكن من الوارد انه بيبقى التيشيرت ليها ظروف، حجم الضغوط، عدم التوفيق، تغيير اجهزه فنيه، بتحصل في اوقات كتيره جدا. لكن الحقيقه ان كل الشهادات في حق ميكيسوني اللي جات لي واللي ظهرت منه في بعض اللقطات في بعض المباريات كانت بتقول ان هو لعيب جيد، لكن ما حصلش توفيق في فرصته مع النادي الاهلي فرحل ميكيسوني. الرحيل الثاني ايمن اشرف الحقيقه واحد من رجاله الاهلي المخلصين، وهكذا يكون الفارق. رحيل ايمن اشرف، ازاي تخرج من الباب الكبير؟ صح. ازاي تخرج وانت محتفظ بنفس رصيدك عند الجمهور، بنفس الاحترام اللي كنت فيه وانت بتلعب وبترتدي تيشرت النادي الاهلي، ويظل نفس الرصيد ونفس الاحترام ده متواجد؟ دي كانت رساله ايمن اشرف النهارده اللي ودع بيها جمهور النادي الاهلي، وتم اعلان انتقاله طبعا لفريق البنك الاهلي بدايه من الموسم القادم. يعني يمكن ايمن واحد من لاعبي النادي الاهلي يعني المميزين جدا، ولاعب على خلق ولاعب عمل تاريخ كبير داخل النادي الاهلي. ايمن اشرف كان احد افراد الجيل اللي فاز بالبطوله التاسعه، بطوله افريقيا اللقب التاسع واللقب العاشر، قدر يحافظ على مكانه وعلى مستواه، كمان قدر يكسب احترام الجميع بهدوءه وبعدم افتعاله لاي مشكله حتى خرج اليوم من النادي الاهلي، وزي ما انت قلت يا احمد خرج من الباب الكبير. صحيح، خروجي يليق بايمن اشرف. صحيح صحيح. طيب قبل ما نروح لاخبار محترفين، واحنا معانا اخبار كتير النهارده وهتشوفوا معانا لقطات لكل المحترفين في فترات استعداد فرقهم للموسم الجديد، خلينا نبدا بمباراه الاهلي والزمالك. في كلام كتير جدا قلناه في حلقه الاربع اللي فات، او انتوا طبعا قلتوه وانا تمنيت تحقيقه، وقد كان طبعا وشفنا الحقيقه عرض رائع للنادي الاهلي. تعالوا نبتدي كده ونشوف ايه اللي احنا قلناه في حلقه الاربع اللي فات مساء او ليله مباراه الاهلي والزمالك، وتعالوا نسمع تعليق بلال واحمد مصطفى. الطريقه والتشكيله اعتقد ان مارسيل كولر مش هي مشكله،
يمكن ده السؤال اللي بيسأله الجمهور يعني. لا هو ما فيهوش مشكله، في غيابات، في غيابات. الغيابات دي هتعمل مشكله ولا لا؟ ده اللي هنشوفه على الارض. اللي احنا تعودنا عليه ان مش ان مع كولر ما بيحصلش مشكله يعني، رغم تغيير بعض الافراد. احنا شفنا محمد فخري شارك في مباراه الاتحاد المباراه الماضيه وادى بشكل مميز جدا. تمام، وهي دي كانت المعضله او السؤال الكبير قبل مباراه القمه، غيابات خط نص النادي الاهلي، السوليه، مروان، حمدي فتحي، هل تاثر على طريقه لعب واداء النادي الاهلي؟ وده اللي احنا شفنا او اللي انتوا قلتوه، انه الحقيقه الاهلي ما فيش مشكله في الغيابات. صحيح، مع كولر بالذات. احنا كمان زاد على الغيابات ليله او يوم المباراه بقى صباحا بعد الحلقه، وفاه اللي بنعزيه طبعا مروان عطيه، بنعزيه في وفاه والده. ومع ذلك برضو النادي الاهلي لم يتاثر، وسط ملعب النادي الاهلي، وادى الثلاثي بصراحه بمنتهى الكفاءه، محمد فخري وديانج وقفشه. وده اتكرر في ماتش المقاولين يا احمد حتى كمان، يعني في مباراه المقاولين رغم انه الغيابات كانت كتيره جدا في كل الخطوط المره دي، خط الدفاع وخط النص وخط الهجوم، لكن مع كولر الحقيقه الاهلي ظهر بشكل اكتر من رائع. وظهر كمان لاعب مميز احمد كوكا، يعني اعتقد قدم مباراه، هو اخذ منه ذا ماتش فعلا. فكوكا يعني مكسب كبير للنادي الاهلي. وعلى فكره مستر كولر هو مقتنع بكوكا جدا من بدايه تدريبه النادي الاهلي، لكن هو طبعا كولر بيديله الفرصه دايما في الوقت المناسب عشان يطلع بافضل شكل زي ما شفناه. صحيح، تعالوا نشوف الكلام ده على مصطفى، سيناريو المباراه والبدايات تحديدا. تعالوا نشوف كمان ونفكركم قلنا ايه في حلقه يوم الاربعاء. بلال، متفق مع احمد الاول في جزئيه انه هيلعب، هيخاطر ويلعب بنفس الطريقه، ولا تتوقع انه يبقى في تغيير؟ لا، انا اعتقد انه مش هيبقى في تغيير في طريقه اللعب. نفس طريقه اللعب هو ممكن يكون في تغيير في بعض العناصر، يعني زي حسام عبد المجيد العائد من بطوله افريقيا، بعض العناصر اللي هو ممكن يدفع بيها، لكن طريقه اللعب هتستمر. والمغامره دي دفع ثمنها غالي يا غالي قوي. وكمان شارك حسام عبد المجيد فعلا في بدايه اللقاء، وتم استبداله في بين شوطين اللقاء، كان واخد انذار يعني. وزي ما احنا قلنا الحمد لله ان اوزاريو اصر على طريقه اللعب ودفع الثمن، ويا ريت تحققت. وتحقق انت سالتني سؤال دفع الثمن. صحيح، نروح للفيديو اللي بعده. لما هيجي يواجه الاهلي، سؤالي ببساطه شديده، هيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها، فكره اللامركزيه وفتح الخطوط والاندفاع الهجومي، ولا قدام الاهلي تتوقع انه يكون ليه حسابات اخرى؟ انضباط تكتيكي اكتر يعني. هيلعب بنفس طريقه اللعب، هو شخص اصلا مدرب مغامر. يا ريت بطبيعته، يا ريت جدا يعني بجد يعني هو مدرب مغامر بطبيعته. فهو يعني اعتقد حتى انتقدوه كتير جدا، وخسر حتى في مباراه وكان احتمال يخسر في مباراه الكاس امام بروكسي، بالرغم كده هو اصر برضه على طريقه اللعب. ممكن يكون كان يستحق ان يخسر امام جدا بروكسي. يعني يستحق يعني كان يستحق جدا ان هو يخرج فعلا من الكاس ساعتها، لكن اعتقد هو هيصر بطريقه اللعب. ممكن يعمل بس تعديلات طفيفه في بعض اللعيبه، لكن طريقه اللعب لا مش هتتغير. طيب، هل لو كانت اتغيرت طريقه اللعب كنت تتوقع نتيجه مختلفه؟ كان ممكن السكور ما يبقاش كده. لكن النتيجه كانت هتبقى واحده، النادي الاهلي كان هيكسب. انت شايف ان السكور ده يعبر عن سير المباراه؟ لا طبعا، النادي الاهلي فرض فوز تاريخي يعني. اعتقد الشوط الاولاني النادي الاهلي كان ممكن يسجل اكتر من كده، والشوط الثاني برضه كان ممكن يقدر يسجل اكتر من كده. دفاع الزمالك اعتقد كان يعني من كل زي ما احنا اتكلمنا وحللنا وقلنا نقطه ضعف نادي الزمالك انه مفتوح جدا ورا خلف المدافعين وخلف الباكات، فالموضوع كان سهل جدا اختراق دفاع الزمالك. لا، هو الوصول لشباك الزمالك كان يعني في منتهى السهوله. وحاجه ثانيه احمد، كباينه جدا لو بصينا على الثلاث اهداف اللي حرزهم النادي الاهلي، تحس ان هي جمله، وده باين قد ايه قيمه كولر. في جمله يعني اعتقد واضحه جدا ان هو في حته معينه كان النادي الاهلي بيوصل للحته دي كان بيسدد منها. هدف الاول بتاع حسين الشحات الاختراق، والهدف الثاني طبعا وبتاع علي معلول شبه بعض بالظبط، نفس المكان اللي شاط منه حسين الشحات علي معلول شاط منه. نشوف اللي بعده. انا احساسي بيقول ان مباراه غدا هيبقى فيها اهداف كتيره جدا يعني ان شاء الله. يعني ده ماتش الثلاثه، نتيجه المباراه الدور الاول تفوق الاهلي على الزمالك بثلاث اهداف لا شيء طبعا، زي ما حضراتكم شايفين. بنفتكر بنرفرش كده الذاكره مع بعض طبعا. انت كلام على ماتشين محمد شريف بالتخصص، محمد شريف بالتخصص بيقول لك محمد شريف لازم يبقى اول واحد حط في تشكيل ماتشات الاهلي يعني بيقول كده. ايوه لا، هو محمد شريف كان ليه دور فعال طبعا مع نزوله للمباراه في الشوط الثاني، احرز هدف رابع من جمله مميزه بين هاني وديانج، عملها حلو قوي وفنشها محمد شريف كالعاده في زاويه صعبه جدا على محمد صبحي اللي تاثر طبعا في النهايه بالاهداف او مسؤوليته عن الاهداف الثلاثه اللي استقبلها مرماه. بس بعيدا عن احنا كنا اتكلمنا كمان عن صبحي وعن ان خطا طبعا. خطا المباراه فيوتشر هياثر عليه، وقلنا ان هو ياخد جزء من تركيزه في المباراه، وده فعلا حصل، بس ما كناش متوقعين ان هو ياخد تركيزه كله. احنا قلنا ياخد جزء من تركيزه.
طيب، وقلنا الحقيقه يمكن انه كمان من ضمن التوقعات انه المباراه دي سيناريو الماتش يعني يحتمل بشكل كبير جدا انه يبقى في هدف مبكر في الدقائق الاولى، ودي اللي يمكن كانت مفاجاه انها يعني كل حصلت. اللي انتوا قلتوه الى حد كبير ممكن كان يكون متوقع، لكن كمان فكره انه يتقال انه في هدف مبكر يغير من سيناريو الماتش دي كانت واحده من الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. رحت انت قايل لي رضا شحاته على طول، مش عارف بقى موجوده معانا. طب مش عارف هي دي نفس الجزء اللي موجود معانا؟ مش معانا الجزئيه دي. طب نشوف اخر جزء. يلا، في حاجه مهمه جدا هتبقى موجوده بكره، انها المواجهه الاولى بين اوزاريو وكولر. الاثنين عايزين يتعرفوا على بعض عن قرب في ارض الملعب، دي هتاخد وقت شويه. او لو فضل اوزاريو وفتح يبقى مش هناخد وقت ان شاء الله. مش هناخد وقت وما خدناش وقت الحمد لله. صحيح، وما خدناش وقت. والجزء الحقيقه اللي قاله بلال يمكن مش موجود معانا، لكن صحيح انا افتكرته دلوقتي. قلت لك هنبقى بسم الله الرحمن الرحيم. على ما وجه برضه كابتن مدحت شلبي وبسم الله الرحمن الرحيم، وده شحاته وده الشحات. يعني الموضوع كان الهدفين محدش شافه. صحيح. ايوه بالظبط، الكاميرا كانت بعيده عن كره، الكاميرا نفسها ما كانتش مستعده. بالظبط. صحيح، بس خليني اقول لكم حاجه، يعني بعيدا عن سيناريو المباراه، واضح كمان ان جزء من اسباب تفوق كولر، واحنا بنتكلم على انه المواجهه الاولى بين اوزاريو وبين مارسيل كولر، انه كولر فهم او استوعب خلاص طبيعه الكوره في مصر، طبيعه الجماهيريه والشعبيه. انت بتتكلم على اثنين، بصرف النظر عن تراجع الزمالك افريقيا يعني، لكن يظل الزمالك واحد من اكبر الانديه في افريقيا. يعني تصريحات اوزوريو عن الكره في مصر وعن ديربي القاهره، عن لقاء القمه بين الاهلي والزمالك، ممكن تترجم على انه الراجل مش فاهم طبيعه الوضع ولا فاهم حجم وقيمه الجماهيريه والشعبيه للناديين المصريين على مستوى افريقيا والوطن العربي. مش بتكلم على مستوى مصر، بتكلم على اثنين من اكبر انديه افريقيا واثنين من اكبر أندية الوطن العربي. حتى لو تراجع الزمالك أو فقد قدرته على المنافسة قاريا وعربيا في السنوات الأخيرة، تمام، عايزين نقول أن الفوز بالرباعية أفقد أوزاريو اتزانه. خلينا نتفق على كده، أن الفوز أو الخسارة اللي تلقاها أوزاريو أفقدته اتزانه، وده ظهر جدا في تصريحاته في المؤتمر الصحفي لما يطلع يتكلم عن أن الكرة في مصر آخر 30 سنة، وأن الديربي هنا مباراة كبيرة داخل مصر، لكن خارج مصر محدش. لا، طب أنت إيه اللي جابك تشتغل في مصر لما الكرة في مصر كده وحال الكرة في مصر مش عاجبك؟ انت بتتكلم عن ان انت بتقلد مانشستر سيتي او بتحاول تقلد طريقه مانشستر سيتي؟ لا، انت بتتكلم عن الجزء اللي يخصك، انما احنا كنادي اهلي، لا، اذا كنت انت بتحاول تقلد مانشستر سيتي فالنادي الاهلي هيواجه فعليا مانشستر سيتي كمان شهرين. فده الجزء، يعني الاوزاريو لما يتحدث يجب عليه ان هو يحترم. هو في بعض التصريحات قال ان النادي الاهلي هو افضل فريق، ودي برضو حاجه غريبه، قال ان النادي الاهلي افضل فريق ده بيلعب كره داخل مصر، وان النادي الاهلي بيعرف يفوز وبيتعامل مع كل الظروف اللي بيتعرض ليها اثناء المباريات. صحيح. ولكن تقليله من اهميه الديربي واهميه الكره في مصر طبعا تصريحات غير مقبوله، على العكس من تصريحات مارسيل كولر اللي قال ان هو في البدايه كان بيجد بعض الصعوبه في التعامل مع الدوري المصري، خاصه ان كل الفرق تقريبا بتلعب بمنظومات دفاعيه، ولكن مع الوقت قدرنا نقدر نخلق الحلول ونخلق الاستراتيجيات اللي تخلينا نقدر نتعامل مع المنافسين ونقدر نتغلب عليهم. ده الفرق بين راجل واقعي وراجل جاي يطبق حاجه شافها في التلفزيون. هو خد فرصته وقدم بالنسبه لجمهوره اوراق اعتماده، ليهم مطلق الحريه في تقييمه، ولكن هيبان ده في بطوله عربيه، ونتمنى للزمالك كل التوفيق طبعا في البطوله العربيه. السؤال اللي عند الجمهور النهارده احمد، خد بالك دايما انه الجمهور بالنسبه له الموسم اتقفل، يعني حتى مع استمرارنا وان شاء الله باذن الله قدرتنا على الفوز ببطوله الكاس والتتويج بيها، الجمهور كل عينيه رايحه على الميركاتو اللي يساعد الاهلي على الموسم الاصعب الاقوى الاطول، سوبر ليج او دوري افريقي سميه زي ما تسميه، كاس عالم انديه، تشامبيونز ليج والبطولات الاخرى، مع الاخذ في الاعتبار انه منتخبنا الوطني عنده مشوارين مهمين، مشوار امم افريقيا ومشوار كاس العالم. هل شايف انه نهايه الموسم ده يجب ان تكون مشابهه لنهايه الموسم الاخير، وانه ما تبقى من الموسم ده يجب فيه راحه العناصر الاساسيه، ولا بما انه عندك ماتشات جماهيريه زي المصري وبيراميدز على الاهلي انه يكمل المشوار حتى نهايته؟ هو والله يا احمد انا شايف ان مستر كولر يعني السياسه اللي هو اتبعها في مباراه المقاولين اعتقد سياسه مهمه جدا، ان هو بدا يدخل بعض العناصر اللي هو محتاج يحكم عليها قبل ما الموسم يخلص، زي كريم الدبيسي وزي محمد فخري وزي كوكا، اللعيبه دي اعتقد هو محتاج ياخد قرار فيهم في نهايه الموسم، واعتقد ان احنا نشوف رأفت خليل كمان برضو المباراه الجايه، فاعتقد ان هو بدا يتعامل بسياسه ان هو حتى قال انا مش هريح راحه كامله خالص، لان هو عايز يحقق طبعا دوري بلا هزيمه، وده بالنسبه له اعتقد حاجه مهمه جدا ورقم قياسي، واعتقد هو اقرب ليه وهيحققه فعلا.
لكن هو عايز برضو ياخد قرار. اغلب لعيبه ما اخدتش فرص، فبالنسبه له المباراه الباقيه دي ممكن يديها مساحه كبيره جدا ان هي يبدا يحكم عليها. فاعتقد ان هو المباراه القادمه دي هيلعب بجديه، هو خلق دوافع من بدايه الموسم عند كل اللعيبه، وده بتشوفه طبعا في الارقام الهزايم اللي هو بيعملها لكل المنافسين بثلاثه وباربعه، لان هو خلاص في دوافع. كل لاعب بيلعب تحس ان هو عنده حافز كبير جدا، عايز يثبت وجوده، عايز يقول انا افضل انا العب. فكل دلوقتي احنا شفنا غياب نص ملعب كامل، اعتقد انديه كبيره جدا في اوروبا لو فكرت نص ملعبها كامل ما يبقاش عندها ان انت تلعب بنص ملعب بديل، يبقى بقوه النادي الاهلي في مباراه القمه ومباراه حتى المولية العرب. فدي تبين ان الراجل ده اخترع او عمل حاجه اسمها لا مركزيه في كره القدم، ان هو بيخلي لعيبه النادي الاهلي كلها بتتحرك بلا مركزيه مهمه جدا. وده اعتقد انا جايب حاله لديانج دي، هو يعني دي مهمه جدا عايز يعني برضو نتكلم عنها. ديانج وحمدي فتحي هربط لك عمل ايه كولر في تطوير اليو ديانج، ودي حاجه اول مره نشوفها عن اليو ديانج من بدايه نتكلم على كره الجول اللي حطه في المقاولين في الماتش بتاع المقاولين. فاعتقد دي من اول مره نشوف اليو ديانج في المكان ده وبيحرز هدف. طب لغايه لما تجهز الحلقه اسال بلال عن كريستو اللي ظهر في النهايات، تقييمك ليه وتوقعاتك لدور كريستو في اللي جاي. يعني احنا كنا اتكلمنا واشدنا بكريستو في النص ساعه اللي اداها مع النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي، وكان ظهر بشكل مميز. طب نشوف الحاله بتاعت احمد. هنا اليو ديانج يعني بص في مركز مكان 8 عادي جدا بيستلم الكوره، هيلعب الكوره لمحمد مجدي قفشه. بص تحرك ديانج اللي اعتقد من قبل مستر كولر ما كانش ديانج بيتحرك في المكان ده. ديانج مستر كولر بقاله فتره من بعد غياب حمدي فتحي بيحاول يعمل يبقى هو الدور البديل مكانه، هو بيعوض حمدي فتحي يقوم بنفس الدور اللي كان بيلعبه حمدي. وفعلا هو بعد مباراتين المباراه الثالثه اليو ديانج احرز هدف. هنكمل الحلقه اللي بعدها. اليو ديانج هيباص الكوره لمجدي قفشه. نكمل اللي بعدها. ده احمد كوكا عمل ثرو باس طبعا مميز جدا. بص ديانج اتحرك منين؟ الباص كان في وقف في نص الملعب. بص ديانج اتحرك واختراق، ده مش تحرك الا بيكون بتعليمات وجمله متفق عليها من مدرب كبير جدا. فاعتقد كولر ليه دور كبير في تطوير اداء ديانج وان هو يوصل للمكان ده. ده اعتقد تمرينه او هو يعني متفق مع اليو ديانج او متفق على ان هو يكون في المكان ده دايما. عملها تقريبا في مباراه الزمالك، واعتقد هو في مباراه المقاولين نجح في ان هو يسجل الهدف، وشفناه في مباراه الزمالك على فكره في الهدف الرابع. اليو ديانج كان في منطقه 18 بتاعت النادي الاهلي، هو اللي عمل الاسيست لمحمد شريف. فبنبين ان اليو ديانج اتطور الفتره الاخيره جدا هجوميا، يعني هجوميا جدا مع مستر كولر. هنكمل هو طبعا دفاعيا يعني متطور من يوم متطور طبعا. هنكمل الحالات. انا هربط لك بس يعني هو عمل ايه. هي ده الباص طبعا جبت لك بس بطريقه باينه. بص ديانج هو بيتحرك. انا بس بجيب لك اختراق ديانج من لما بص الباص هنا. كوكا يستلم قطع من طرف الملعب بص ودخل هنا راس حربه تاني هو المهاجم الوهمي اللي انا قلت عليه كان بيعمله حمدي فتحي. بص هنا انا بربط لك بقى حمدي فتحي كان بيعمل الدور ده. حمدي فتحي في الهدف ده قدام الرجاء المغربي علي معلول بيلعب الكوره. فبص حمدي فتحي هيتحرك نفس التحرك ده شغل المدرب. الهدف التاني اعتقد الهدف التاني في مباراه الرجاء المغربي ماتش الرجاء فهنا في فحمدي فتحي بيتحرك بنفس الطريقه. لمسه واحده برده زي ديانج يعني اعتقد مستر كولر ليه دور مهم جدا بشماله ودي باليمين اخذها طبعا على وضعها. ودي يعني باين ان ده برضه تعليمات مدرب ان هو حتى لو كان عدل اعتقد كان ممكن اي مدافع من الرجاء يلحقه. وانت خد بالك برضه انه حمدي كان واحد من اهم الاوراق في النادي الاهلي طبعاً. في السنوات الاخيره، وبالتالي الاهلي لم يكن ليوافق على رحيله الا لو كان عنده البدايل اللي جاهزه وموجوده او اللي هتكون موجوده تقدر تلعب نفس الدور اللي بيقوم بيه حمدي. بالظبط يعني يمكن احنا منتظرين التيك تاك وساعات بقى التيك تاك ايه قربت. فان شاء الله جمهور النادي الاهلي لا هو الميركاتو ده يعني بعيدا عن اسم او اسمين تم طرحهم تيك تاك بس احنا تاريخي. احنا رايحين السنه دي الموسم يعني موسم ما حصلش قبل كده. واحد كده. من اطول المواسم واصعبها، واللي عندك فيه كجمهور امل في انك انت تحقق او تعمل انجاز ما عملتوش قبل كده في تاريخك. فبالتالي بيتهيألي الميركاتو ده جماهير النادي الاهلي حط عينيها عليه بشكل كبير، واداره النادي الاهلي اعتقد بتحضر له وبتخطط له من بدري، بتخطط لمصلحه النادي الاهلي اللي فوق اي اعتبار من زمان جدا. ان شاء الله يكون ميركاتو يمكن ناجح. يمكن انا عاجبني الفتره الاخيره سياسه اداره النادي الاهلي في التعامل مع الميركاتو، ان كل حاجه بتجري وبتتم بالتنسيق مع مارسيل كولر لدرجه ان الجمهور اصبح عنده ثقه كبيره جدا جدا في كل الاسماء اللي بتتردد او بيرتبط اساميها بالنادي الاهلي. فبيكون الرد واحد ان اللاعب ده طالما هو اختيار مارسيل كولر فاحنا موافقين عليه. يمكن معظم الجمهور ما شافوش
اللعيبه اللي اسمائها بتترشح للنادي الاهلي، ولكن بيقول لك كده ده اختيار مارسيل كولر. صحيح. فده على قد ما هو يحسب لمارسيل كولر يحسب كمان لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيوكل المهمه لاول مره مع مدير فني. احنا كان دايما عندنا مدير فني بيجي متاخر، ولكن من فتره كبيره ما فيش مدير فني كمل موسمين ورا بعض واختار واصر ان هو يختار الاسماء. فلا احنا بنقول ان جمهور النادي الاهلي في اللحظات يطمن. دي بلال خليني اقول انه اللعيبه بتحتفل وبتكرم ايمن اشرف في اوضه الملابس. دي بعد اللقطات ده اللي حضراتكم شايفينه ده لسه جاي من داخل غرفه الملابس. ده الباب الكبير اللي انت بتتكلم عليه يا احمد. ده الباب الكبير. هو داعي يعني هو داعي يليق بكابتن من كباتن النادي الاهلي طبعا زي ايمن اشرف طبعا. يعني انا الحقيقه يعني هنحاول نجيب لحضراتكم لقطات فيديو من لحظات ايمن، مش عايز اقول الاخيره، يمكن يعني دايما باب النادي الاهلي بيبقى مفتوح لاولاده المخلصين. بالزبط. الناس اللي عندها انتماء حقيقي وحب حقيقي للنادي الاهلي، سواء كانت جوه ليها دور جوه جدرانه او ملهاش، تظل دايما حبها وانتمائها الاول والاخير للاهلي. ودايما ابواب النادي الاهلي في مواقف كتيره جدا ومع اسماء كتيره جدا كانت مفتوحه. وبمناسبه اللقطات دي يعني ادوني وقت الحقيقه اقول ايمن كتب ايه النهارده على الصفحات الرسميه او مواقع التواصل الاجتماعي. قال انه النادي الاهلي بالنسبه لي مش مجرد فريق بلعب فيه، لا ده بيت وحياه ووطن عشت فيه احلى ايام حياتي، عشت طفولتي وعشت نجاحاتي، فرحت فيه وزعلت عشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل. أحب أشكر جمهور الأهلي العظيم على المساندة الدائمة، وأشكر مجلس الإدارة، وأشكر كل اللاعبين اللي أنا زملتهم وكل الأجهزة الفنية اللي اشتغلت معاهم. حقيقي هفتقدكم كلكم. لقد بذلت كل ما أستطيع من جهد وتضحيات من أجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم أيمن أشرف. كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي هنا، لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائما عادلة. حان وقت الرحيل، أنا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معكم. بأتمنى لكم التوفيق جميعا، وأتمنى أن أوفق في خطوتي القادمة. بشكركم جميعا. دي كانت رسالة وداع نادي اللاعب فقط لا غير، اللاعب أيمن أشرف، لكنه يظل واحد من الجنود الأوفياء الحقيقة، واللاعب بدرجة مقاتل، لاعب بحقق مع النادي الأهلي نجاحات كبيرة جدا، وكتب لنفسه والنادي تاريخ كبير جدا. فكل التوفيق لأيمن أشرف في مشواره الجديد ورحلته الجديدة، ونتمناه في يوم من الأيام يرجع حتى لو بعد ما يعني يعتزل دوره كلاعب في ملاعب الكرة، يكون ليه دور طبعا داخل القلعة الحمراء. كلمات مؤثرة طبعا من أيمن أشرف، زي ما احنا قلنا في البداية لاعب مهم ولاعب كتب وصنع تاريخ يحترم مع النادي الأهلي. نتمنى له طبعا التوفيق، وصفحة النادي الأهلي الرسمية بصراحة يعني حسنا فعلت لما كتبت يعني وداعا ابن الأهلي، لأنه فعلا أيمن ابن الأهلي، ونشأ وترعرع بين جدران قطاعات الناشئين في النادي الأهلي لحد ما تدرج مع الفريق الأول وحقق إنجازات. فهو تجسيد واضح ومهم جدا لكلمة ابن الأهلي اللي بيطلع فعلا من عندك من قطاعات الناشئين لحد ما يصل ان هو يحمل شارة القيادة ويحقق بطولات. فأيمن مثال يحتذى به لكل ناشئ صاعد من أبناء النادي الأهلي. صحيح. وبتكلم الحقيقة كمان مش بس على المستوى الفني وعلى مستوى لعب كرة القدم، لكن كمان على مستوى الأخلاقي، التزام، على مستوى الالتزام طبعا. حقيقة أي حد يعني ما تسألنيش وما تحاسبنيش على أي حد خارج نطاق القلعة الحمراء، لكن حاسبني على ارتداء التيشيرت وفانيلة النادي الأهلي، وساعتها شوف وساعتها قارن بين ما قبل وبين ما بعد، وساعتها تقدر تتأكد تماما من مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي. طيب اتفضل يا احمد. انا قصدي كمان رد فعل ايمن اشرف طول الموسم، ان اللاعب اعتقد ان مستر كول اشرف جميع اللاعبين ما عدا اللاعب الوحيد ايمن اشرف، رغم كده رد فعله يبين قد ايه ان هو فعلا عارف قيمه النادي الاهلي، وعارف ان هو فعلا قيمه كبيره، وان هو يعني مثال كبير جدا للاعيبه صغيره تقدر فعلا تاخد ايمن اشرف ان هو لاعب او من كباتن النادي الاهلي اللي ملتزمين كمان زي ما انت قلت يا احمد. فاعتقد ان موقف او رد فعله في جلوسه طول الموسم مش بس ايمن على فكره، انا عايز اقول لك انه كتير من اللعيبه اللي ما وافقتش مع النادي الاهلي. هقول لك حاجه بس، شادي حسين مثلا، شادي حسين سمع صوته خالص. صحيح. هقول لك اليو بادجي
انت عارف ان اليو بادجي ما زال لغايه النهارده لاعب راح فرنسا ولعب وكسر الدنيا وما زال مرتبط جدا بالنادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي في كل مناسبه يهني جمهور النادي الاهلي. هو حس انه رغم الفتره اللي لعبها ما كانتش كبيره ويعني ما كانش واحد من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها مؤثره قوي وليها دور فعال معنا، لكنه مرتبط ارتباط غريب جدا بالفتره اللي قضاها في مصر واللي لعب فيها للنادي الاهلي وغيره كتير على فكره. بمناسبه اليو بادجي، عايزين نحيي اداره التعاقدات في النادي الاهلي اللي قدرت تحول من اليو بادجي من لاعب غير مرغوب فيه من الجهاز الفني للاعب قدر النادي يستفاد منه ومن تنقلاته بين الانديه ويحقق منه